زي معظم الفنانين عندهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وبيطلعوا يتخاطبوا مع جمهورهم. صحيح. فطبعا بيبقى في ناس بيخشوا يعملوا جولات بعض الحاجات اللي هي بينهم، دخل معاها في جوله، فراح داخل معاها في جوله فلقت اسلوبه مش حلو. فقالت له حاسب يعني ما فيش داعي وقف. فراح قال لها، قالت له هقفل وهخرج على اساس اسلوبه مش ما يعني سبها سبها وعمل. والفيديوهات دي معاكم متقدمه للنيابه. هرجع لحضرتك تاني، ولكن خلينا نشوف طرف من الاطراف اللي تضررت منه واتشتمت او اتثبت. مدام ليلى، قولي لي ايه اللي حصل وايه اللي وصلك انك ترفعي عليه قضيه؟ الولد ده اصلا انا ما اعرفوش. في صحفي جابهولي قال لي ده حد عايز يتصور معاكي من سنه او من سنه وحاجه، ونفسه يتعرف بيكي وعايز اللي هو يتصور معاكي يطلع لايف معاكي على الفيسبوك او على التيك توك. قلت له مين ده؟ قال لي بيغني هندي. هندي وكوميديان وبتاع، وهو عاجز وهو مريض نفسيا وبتاع. فقلت لهم خلاص، فجبرت بخاطره. دخلتي؟ لا، جبرت بخاطره زيه زي اي حد بيجي لي عايز يتصور معايا. فلما جالي قعدت معايا قلت له لا، انت اقل وذكي جدا عن اي حد. فهمتي طبعا. ورحت طالعه لايف عندي على الفيسبوك على البيج بتاعي، ورحت معرفه الناس اللي هو بيشتغلكم بيضحك عليكم مجرد الشهره. بتقولي الناس خدوا بالكم هو بيعمل كده بس علشان الفلوس. قلت لهم هو ولا بيغني هندي ولا بيغني مصري ولا اي حاجه خالص. الموضوع مع الولد ده اللي هو ممكن يكون كوميديان، وكمان مش كوميديان، ده اللايف موجود عندي على الفيسبوك. بعديها طلب مني اللي هو يجي عندي كذا مره، انا رفضت خلاص. انا انت جيت بحسبك اللي انت مريض فعلا، اللي انت عاجز، ولا لقيت معاه شهاده معامله اطفال ولا حاجه، ولا هو معاق ولا حاجه. فخلاص هقابلك ليه تاني؟ بعديها كان بيلعب جوله فتره مع شخص من الاشخاص مداهم ومعاهم واحده بيك فان عندي على الفيسبوك. فبيشتمها بيقول لها الرقاصه. فقالت له عيب الكلام ده، انت عارف انا صاحبه مين وحبيبتي؟ قال لها مين يعني؟ قالت له مدام ليلى الشبح. سب شاتم. سب طبعا، شتيمه كبيره طبعا. وبعتوا لك الفيديو؟ بعتوا لي الفيديو طبعا. ورحت مقدمه تاني يوم بالظبط، كان يوم 13 اكتوبر، ورحت قدمت الفيديو، ورحت مباحث الانترنت وقدمت الفيديو في فلاشات وكل حاجه. بعديها حب اللي هو يتصالح. هو الترند بتاع الولد ده يعمل ايه؟ يشتم حضرتك مثلا، بعد كده يشوف حد يعرفك عشان يجي يصالحك، هو ده الشتيمه والصلح. بيعمل الريتش من هنا. علشان كده بقى يا محمد هو مسمي نفسه كروان مشاكل. يعني انت عايز تقول ان كلمه مشاكل جايه ان هو متعمد يخش السوشيال ميديا عشان يخلق مشاكل. هو مسمي اسمه كروان مشاكل من قبل السوشيال ميديا. ايه كروان؟ عشان بيقول بغنى وصوته حلو. انت شايف صوته حلو؟ لا، فسمى نفسه كروان مشاكل. سمعت كمان ان هو كان بيتنمر عليك. ايه موضوع التنمر ده؟ تنمر عليا عشان طلع قال، تنمر عليا طلع قال واحد كذا بيقول بيعمل كذا وبيقول اخويا، مع ان انا ما قلتش اخويا. تنمر عليك علشان عندك مشكله في عينك. ضايقتك طبعا عشان جاي من اخوك. ايوه طبعا. وما وقفش معاك يعمل لك عمليه؟ ما وقفش. طب ممكن اسالك سؤال يا محمد؟ فضل. العمليه دي كانت بكام؟ انا والله ما سالتش. انا ما ينفعش ان انا اقول لحد، انا قلت اقول لاخويا هيقف جنبي. طيب انا هو بقولها لك على الهوا، انا هعملها لك خلاص، ولا أنا تكون زعلان خالص؟ لا انا ما بقولش لحد، انا قلت هو يقف جنبي، ما هو بيقول بيعمل خير. الله يبارك. طيب انا خلاص، انا بقولها لك، انا ليلى الشبح، انا هعملها لك مهما يكون تكلفها كام. تمام؟ ولا تزعل خالص ولا تزعل نفسك. ربنا يخليك. بس شفت لك كمان يا محمد فيديو بعد ما اتقبض عليه، قلت رغم كل اللي عمله فيا انا برضه هقف جنب اخويا وهسنده وهجيب له محامي. ورحت له النيابه فعلا. وقابلك ازاي؟ عادي، سلم عليه وقال لي ما تزعلش حقك عليا. زعلان عليه؟ طبعا. عايزه يخرج؟ طبعا عشان اخويا. رغم زعلك منه برضه عايزه يخرج؟ طب وجه له كلمة لو هو شايفك. ربنا يفكها عليه. بس مش هقول أكتر من كده. ربنا يحبسه إن شاء الله. يا رب يتحبس. هرجع تاني لأستاذ أشرف. في حالة الصلح يعني لو الفنانة بدرية طلبة تنازلت ومدام ليلى الشبح. لا طبعا استحيل. أنا بتكلم قانونا، يعني إيه اللي ممكن يتم معاك؟ هو أولا من ناحية موضوع الصلح هو مش مطروح، وإن طرح فهو مرفوض. أما الواقع القانوني عشان المشاهد يبقى عارف يعني إيه في الوقائع اللي زي دي، لو تم الصلح بيتم إيقاف العقوبة
لكن بياخد عقوبه برضه، لان الصلح صلح في الشق المدني فقط اللي هو حق التعويض. لكن جانب الدوله ما فيش ما بتصالح ما بتتصالحش.